حاليا الفوز تأهل الدور الثاني المغاربة فهمين فرحاني من درجة الزويرة ومتشكر أسود أطلس على هذا الفوز ولاد فرحاني فرحوا المغرب كاملين وإحنا جينا من المغرب ثالث دوحة نشجعوا المنتخب إن شاء الله تعالى نوصلوا أبعد مدى وبيب نوباروك الى المغرب يا جينا من المغرب نشجعوا المنتخب المغربي والحمد لله المنتخب المغربي حققت النصر في الماتشات اللي لعبوا كاملين ورفع الرايه ديال المغرب وفرح المغاربه والعرب كاملين شكرا على المغرب